بسم الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل أكثر. الآن نباشر بكل جد هالآية الكريمة من سورة المائدة لا تابل سيرفي ذو تيبل. يقول ربي مخاطبا أهل القرآن أهل الإسلام الصحيح، مش الإسلام المدعي، يلصقوا بروحهم كثير من الناس عبر التاريخ يلصقوا بروحهم الإسلام وهم أعداؤهم لا يعلمون. أيا أيها الذين آمنوا، الأمر يخصنا، لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام، يعني ما تعتديش على حدود الله، سواء كان في سلالة مش كما نقر الديك، ولا تسخر من المصلين، ولا تترخى وتكركر كذا في الصلاة، ولا ترائي. قالك لا تحل شعائر الله ولا ما يتصل بالحج أو العمرة، لا تحل شعائر الله ولا الشهر الحرام. هنا اختلف المفسرون، فما من قال مضركا تعتبر رجب شهر حرام، وأنا أميل إلى الحقيقة الشهر هنا يطلق على 4 شهور، 1 فرد رجب و3 متسلسلين، ولا الشهر الحرام ولا الهدية، يعني ما تمسوش الهدي لأنه مقصود منه التقرب إلى الله، ستون أوفرون بور لامور دو ديو، ولا أنسيني دو لامور بور أنسيني دو لامور دو ديو، ولا الهدية ولا القلائد اللي تعلق. قالوا بعض المفسرين فما الناس اللي قاصدين الحج البيت الحرام قاصدين يعطيوا علامات باش حتى حد ما يتعرض لهم بسوء، والله أعلم هل هذا الشيء صحيح أم لا. ولا آمين البيت الحرام ولا قاعدين قاصدين البيت الحرام أي المكة وأي هنا الكعبة، يبتغون فضلا من ربهم، يعني ماشيين كما تعرف قريش عادة، واللي قبل قريش عندهم هم الحج هي فرصة لتنمو تجارتهم، قل لك أنا رضيت ربي وطلبت ربي مش نرجع لآلي، وأنا عندي تفتوفة ولا عندي شيء من الممتلكات، ممتلكات تكون حبوب، تجم تكون عسل، تجم تكون حرير ولا مجر، يبتغون فضل من ربي ورضوانا، يعني احنا نبتغي الفضل اي تجارة رابحة مع الله الحج، لانه مش نرجو كما ولدنا امنا مع الناس شيء يتبعنا من جرائمنا، خطر كل واحد منا بني ادم، كل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورفقه.